في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة الروحانيات والدجل والمعتقدات الغريبة في السينما المصرية، والموضوع جذب انتباه الجمهور بشكل كبير، فبدأوا المنتجين والمخرجين وأهم الممثلين يقدموا مسلسلات وأفلام فكرتها الدجل والشعوذة. وبعد ما كان الموضوع على المحيط البسيط في السينما المصرية، دلوقتي الموضوع بقى مسيطر جدا، وأفلام السحر والدجل اكتسحت مجال الفن وبقت ترند، وأعلى المشاهدات والنجاحات والجوائز بتروح للأفلام والمسلسلات اللي من النوعية دي. هعرض لكم النهاردة أهم المسلسلات والأفلام اللي ناقشت موضوع الدجل والسحر في السينما المصرية. أول مسلسل معانا واللي عمل ضجة وبقى ترند أول هو مسلسل المداح، واللي اتقدم منه جزئين، جزء كان في رمضان سنة 2021، واللي بيتكلم عن راجل بتاع سحر وأعمال من اللي بيفتحوا المندل، واللي لقى طفل على باب الجامع وقرر إنه ياخده يربيه، وبدأ يستخدم الطفل ده في أعماله ويفتح بيه المندل، ومن هنا بتبدأ المفاجآت والأحداث اللي بتطارد صابر المداح، لحد ما بينتهي الجزء ده بإنه بيخلص من كهربوه، ما هو صابر المداح طلع ابن الشيخ اللي لقاه على باب الجامع، وقرر صابر إنه يعيش في سلام وحرق الكتب بتاعة السحر وتخلص من كل حاجة ليها علاقة بالدجل والشعوذة، وبيخلص الجزء على كده. بس بعد نجاح الجزء الأول من المداح اتعمل الجزء الثاني، ولسه بيتعرض في رمضان سنة 2022، والحقيقة المسلسل عامل قلبان في القنوات التلفزيونية والسوشيال ميديا. وبيبدأ الجزء الثاني بأن صابر المداح بيكتشف إنه مقدرش يتخلص من الشيطان، وبسبب حرقه للكتب بقى فيه طار بينه وبين الجان، وبتدور الأحداث في حالة من الإثارة والتشويق، واللي خلى المسلسل جاذب انتباه الجمهور بشكل كبير. تاني فيلم معانا هو فيلم الإنس والجن اللي اتعرض سنة 1985. بيحكي فيلم الإنس والجن عن بنت اسمها فاطمة، واللي توفى خطيبها في حادثة، وبعدها قررت تسافر برا مصر تاخد الدكتوراه، وبعد تخرجها بترجع مصر تاني وتقابل شخص اسمه جلال، واللي بيفهمها انه خبير سياحي، وهي بتكون فاكرة انسان طبيعي عادي، بس بيبدأ يتصرف جلال تصرفات غريبة، بيظهر في اوضتها فجأة، بيكسر ازاز اوضتها، بيولع في بيتها، بيدخل البيت ومحدش يحس بيه، وبعدها زميلها أسامة بيطلب إنه يتجوزها، فبيقرر جلال إنه يوقف الجوازة ويحذرها إنه هيأذيه وإنه مش إنسان طبيعي، ده من الجان. ونتيجة كل الأحداث دي فاطمة بتدخل مصحة نفسية وبتهرب منها وبتحاول تنتحر، بس طبعا جلال بينقذها ويرجعها للمستشفى، وبعدها بتفوق فاطمة على صوت أسامة وهو بيقرأ قرآن وبينجح إنه يحرق الجن. وبتنتهي أحداث الفيلم إن فاطمة تتجوز أسامة، وبإصرارهم وعزيمتهم وإيمانهم قدروا يتغلبوا على الجن اللي متشكل على هيئة شخص اسمه جلال. تالت فيلم معانا هو فيلم البيضة والحجر اللي اتعرض سنة 1990، واللي اتعمل عشان ينكر وجود الدجل والشعوذة. وبيحكي الفيلم عن مدرس فلسفة أجر أوضة فوق سطوح عمارة، وبيكتشف إنها كانت أوضة شخص دجال، واللي سكان العمارة كلهم كانوا مقتنعين إن البطل دجال وليه علاقة بالجن زي الساكن القديم، بس الحقيقة إنه ما كانش مقتنع أصلا بالدجل والأعمال والشعوذة دي، لحد ما في مرة قدر إنه يصلح بين اتنين متجوزين كانوا على طول بيتخانقوا، وقدر البطل يستغل ده ويتعلم أمور الدجل والشعوذة ويستفاد منهم في علاج الناس وحل مشاكلهم، وبتبدأ دايرة معارفه تكبر وتاخد مساحة كبيرة في المجتمع، لحد ما يتقدم فيه بلاغ وبيقدر بسهولة انه يطلع منها بسبب معارفه وكراماته، بس بيفضل تحت المراقبة، وبيخلص الفيلم على كده. رابع مسلسل معانا هو مسلسل كفر دلهاب اللي اتعرض في رمضان سنة 2017، وعمل ضجة كبيرة بسبب مشاهد الرعب والتعاويذ والأحداث اللي كانت مغرقة المسلسل. بيحكي المسلسل عن كفر في قرية مسحورة اسمه كفر دلهاب، واللي اتقتلت فيه بنت ورجعت روحها عشان تنتقم من أهل القرية، فقرروا أهل القرية يستعينوا بالطبيب سعد عشان يدور على حل، يا إما يطرد روح القتيلة يا إما يلاقي اللي قتلها. لكن بعدها بنكتشف إن كل الأحداث المرعبة دي ملهاش علاقة بالبنت اللي اتقتلت، وإن الطبيب سعد هو ورا كل ده، وكان بيدبر لكل ده عشان ينتقم لأمه من عمه بهاء الدين اللي كان سبب في موتها. وبين الأحداث دي بيظهر إن الطبيب اسمه شهاب الدين، وإنه بيبقى ابن أخو بهاء الدين، وإنه ما طلعش ميت زي ما عمه كان فاهم، وإنه استعان بشخصية الطبيب سعد عشان يقدر ينتقم من اللي قتل أمه وأبوه. خامس فيلم معانا هو فيلم التعويذة. بتدور أحداث فيلم التعويذة عن بيت كبير ورثه مدرس عن أبوه، وعايش فيه مع مراته وابنه وأمه وإخواته البنات، وبيظهر شخص مجهول بيحاول يشتري البيت بأي تمن وبأي طريقة، بس البطل بيكون رافض إنه يبيع البيت، وبيبدأ الشخص المجهول ده إنه يستخدم الدجل والسحر عشان يطفشهم من البيت، وبدأت تحصل حاجات غريبة في البيت، مرة عفش البيت يتحرق لوحده،
مرة الحنفية تنزل دم بدل المية، ده غير الكائن الغريب اللي ظهر عنده رجل تشبه رجل المعزة وبيمشي يتجول بيها في البيت، وأحداث كتير غريبة ومرعبة بتحصل وبيكون ليها تأثير على أخت البطل، وبتتعب وبتتحجز في المستشفى. ووقت رجوع مرات البطل لبيتها من المستشفى بيحاول الشيطان أذيتها، بس بتقدر تنتصر عليه وتحرقه بالقرآن الكريم. وفعلا مشهد من أبشع المشاهد في الفيلم، بيظهر تدمير الشيطان والمساعد بتاعه. سادس فيلم معانا هو فيلم وردة، واللي بيحكي عن مخرج أفلام تسجيلية اسمه وليد، واللي كان مسافر هولندا وقرر إنه يرجع يزور أهله بعد غيابه عنهم 4 سنين، وبيرجع بيته في مركز شبين الكوم، وبيكون معاه صاحبته الهولندية اللي من أصل تونسي، وبيكون في استقبالهم أمه وأخت وردة، واللي بقت مش طبيعية من وقت موت أبوها. وبعدها دخلت وردة وأمها وأخوها في مشاكل مع عمها بسبب الميراث، والمشاكل دي خلت عمهم يفسخ خطوبة ابنه من وردة، ومن وقتها وردة منعت الكلام وبقت تصرفاتها مرعبة ومريبة. وفي ليلة اتفاجئ وليد وهو قاعد مع صاحبته بأصوات غريبة، وده خلاه يركب كاميرات في البيت كله. وفي الليلة التانية بيتكرر نفس الأصوات، بس بتكون وردة السبب، لأنها كسرت المراية وجرحت نفسها، وجد دكتور وقال إنها لازم تتعرض على دكتور نفساني، بس الأم كانت شايفة إن الشيخ الأفضل، وفعلا استعانوا بشيخ متخصص في حالات المس الشيطاني والجن. وبعد قراءته للقرآن قال لهم إن الموضوع ملوش علاقة بالمس الشيطاني. وبتنتهي أحداث الفيلم بموت أخوها وأمها، ومحدش عارف السبب ولا حتى إيه اللي ورا تصرفات وردة. سابع فيلم معانا هو فيلم عادل ينتقم، واللي بيحكي عن دكتور عنده أزمة نفسية بسبب موت بنته الوحيدة في حادثة نتيجة إهماله، وده مسبب له إحساس بالذنب كبير، فبيقرر يسيب بيته ويروح يأجر فيلا يعيش فيها، وبيلاقي نفسه بيسمع أصوات طفلة، وبيشك إنها روح بنته اللي ماتت ومش عايزة تسيبه عشان يفضل دايما شايل ذنبها، بس مع الأحداث بيكتشف إنها روح طفل مش طفلة، وإن الطفل بيقدر يتواصل معاه اتصال مباشر عن طريق تسجيل موجود في الفيلا، وبيبدأ الطفل يوصله إنه يحل اللغز، ومع حل الألغاز دي بيوصل البطل لرجل أعمال اسمه مطابق لاسم الطفل، وبيفهم بعدها إن رجل الأعمال ده مزور اسمه وإنه انتحل شخصية الطفل ده عشان يورث ثروته الكبيرة، واللي من ضمنهم القصر والعزبة اللي قتلوا ودفنوا فيها. ولما الدكتور وجهه أنكر، ومش بس كده، ده بعت رجالة ورا الدكتور عشان يخطفوه، بس الدكتور ما استسلمش واستمر في خطته. وفي ليلة والدكتور قاعد في القصر شاف رجل الأعمال ده وهو بيتخنق لحد ما بيموت، وبينتهي الفيلم وهو بيوصل لبيت رجل الأعمال ده عشان يلاقيه مات فعلا. تامن مسلسل معانا هو مسلسل الكبريت الأحمر، واللي كان السبب في تقديم مسلسلات فيها دجل وجن وشعوذة. بيبدأ المسلسل بحريقة بتحصل في حي شعبي، وناس بتعتقد إن سبب الحريق هي الخرافات والخزعبلات اللي هم موهومين بيها، وبيظهر وقتها الضابط معتز وبيسخر منهم ومن معتقداتهم، ومن هنا بتتقلب حياة الضابط معتز وبتبدأ رحلته مع الشيطان، وبتتحول كل حاجة حواليه الخراب، بس بيقع في حب بنت من الحي الشعبي اللي قام فيه الحريقة. وتوالت الأحداث بتاعت المسلسل، ورجع الضابط معتز لبيته وبيتفاجئ ان بيته اتحرق، وما كانش ده الغريب، الغريب ان بعد ما انتهت الحريقه لقى مراته اختفت نهائي، ومن هنا بتبدا الاحداث المرعبه، وبيدخل شغل الدجل والشعوذه، وبقت حياه معتز مهدده، ومش حياته لوحده، ده اهله واصحابه واي شخص حواليه او بيتعامل معاه، لحد ما بيكتشف ان اللي ورا كل ده هي صاحبه امه، وانها كانت بتنتقم من ابوه لانه قتلها وخد منها ابنها وهرب بيه. وبتنتهي احداث المسلسل. لو المحتوى عجب حضراتكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك على الفيديو عشان يوصل لكم كل الجديد.